الحمد لله وشكرا بعد على الاستضافه. المهم راه اجتاز المباراه كايها الناس والحمد لله راه جاب الله التيسير الحمد لله. عنده 17 كذا و30 الحمد لله امتحان داز في ظروف ممتازه بقليل خريبقه كليه امتحان داز في اجواء تبارك الله زوينه الحمد لله. ودابا السكن ضروري، السكن شي حاجه الشر ولا ما فر منه شويه د الكرا اللي كاين شويه الثمن وصافي. الحمد لله عندنا حنا لاجر، لا كونا طبيب، هذا من فضل الله. الحمد لله عندنا اجر اننا نكونوا طبيب الحمد لله، ونتمنى الله يكمل بخير. جيت مع البنيه ديالي تقبلات واخا ما كانتش الرغبه ديالها وداك الشيء صراحه، وتقبلات وقالت لي نجرب حظي واخا ماشي الدومين ديالها، وقالت لك نجرب حظي. خدات الباك ب 18.64 وكانت باغا دير الهندسه، ملي قالت لي الطب ماما تا هو نجرب حظي، راه اي حاجه الا كانت الرغبه وداك الشيء راه نخدم فيها نعطي فيها. قلت لها بنيتي الله يسهل عليك وجينا اليوم لانسكريبسيون، وضروري يا ولدي ضروري الله يسهل كاع الوليدات صراحه الله. هو اللي كيطمح لشي حاجه الله يوفقنا. مهنه الطب كتجيني اكثر مهنه بالنسبه للبنيات عكس الوليد، انا اي المهنه الوحيده اللي تقدر تبدع فيها البنيه هي الطب، عكس الهندسه فيها صعوبات فيها هادي هي كانت بارمي لي ميور ماكاينش، كتخدم والخدمه ديالها اللي كانت كتخدم بانت عليها في اخر السنه يعني. او الطب كانت هي ملي كانت في الكوليج وهي باغا الطب يعني، هذه امنيه تحققت لها من صغرها. ودابا الحمد لله راه جاب الله التيسير في المباراه ديال الكونكور ديال الدكتور، راه جاب الله التيسير وراه دابا تقبلات مزيان. والاكتظاظ ضروري هاد المناسبه ديال كوفيد 19 راه ولا جا الاكتظاظ بزاف وكيبان، غايه ان الناس خاصهم يديروا الصف وهذا قال لك راه اكتظاظ. ولكن اليوم هادو راه داروا، انا جاي من جديده، راه داروا النص اليوم والنص غدا يعني، راهم داروا واحد الحساب نظموا بون على حساب نحن راه نظموا